الأستاذ فوزي جاب الله مكلف بمهمة لدى وزارة العدل. أهلا وسهلا بك أستاذ فوزي. أهلا أستاذ سارة، مرحبا بك. إذا بعد أن توفي السلفي الشاب البشير الجلي منذ أيام وأثارت وفاته عديد ردود الأفعال، ها أنه للأسف أيضا البارحة في وقت متأخر يتوفى أيضا رحمه الله الشاب محمد بختي، والاثنان بعد أن قام بضرب جوع وحشي، ونوضح أن ضرب جوع وحشي يعني أنه ما يتناولوا حتى شيء بما فيه الماء المخلوط بالسكر، يعني ضرب تام عن كل شيء يعني سوائل وأكل إلى غير ذلك، وتعكر حالتهم الصحية، نقلهم إلى مستشفيات ثم يتوفون بعد ذلك. أول شيء اتهامات كبيرة توجه للحكومة عموما وخاصة لوزارة العدل، وهيئة الدفاع تقولها صراحة نحمل المسؤولية وزارة العدل ونعتبرها مسؤولة عن وفاة البشير الجلي ومحمد البختي. ردكم؟ شكرا لك وتحية للمستمعين الكرام. شكرا. يظهر لي يلزمنا نضبط المصطلحات. أولا قبل ما أتحدث على أي موضوع أدعو بالرحمة للشاب الجلي الله يرحمه وأيضا الشاب محمد بختي، وأصحح قليلا أن من توفي قبل أن يكون سلفيا أو يساريا أو مواطن تونسي، أو هو مواطن تونسي، المهم أنه مواطن تونسي وشاب تونسي توفي أكيد. وصحح أيضا بعض الموارد طبعا نقلا يعني نقلا عن عما يدور في الإعلام أنهم قد قتلوا في السجون التونسية، هذا مخالف للواقع تماما. الواقع أنهم قد دخلوا في اضطراب جوع ولم يدعي أحد حتى ما استمعت لا منهم ولا من عائلاتهم ولا من محاميهم أنهم قد تعرضوا للتعذيب أو قد تعرضوا للعنف أو قد تعرضوا لسوء معاملة. لا أستاذ، لا، أنا عندي تصريحات للسان دفاع محامي البشير الجلي وفما اتهامات صريحة، يعني أمامي تصريحات أنه تعرضوا للضرب والتعنيف من قبل رجال الشرطة ساعة إيقافهم، بعضهم مصاب برصاص المطر، يعني يحكوا على السلفيين كل اللي وقع اعتقالهم على خلفية أحداث سفارة، ومثلا بالنسبة للسلفيين بشير الجلي ومحمد البختي محاميهم يقول خاصة في الندوة الصحفية ما نعرفش شفتها ولا لا، يقولوا إنه وقع سجنهم مع مساجين حق عام، وهؤلاء عرضوهم للهرسلة بالتعمد سب الجلالة وإذائهم لفظيا إلى غير ذلك، وسجنهم في زنزانات ضيقة جدا، منعهم الاستحمام إلى غير ذلك. أنا عندي التصريحات هذه وفما ندوة صحفية مسجلة وموجودة في مختلف المواقع فيها الكلام هذا. هو حديث على أكثر موضوع يعني بتحدث عن الندوة الصحفية وتحدث على من تم إيقافهم بشكل عام تعرضوا للعنف أثناء إيقافهم أو في محلات الضبط العادية، هذا أمر، لكن أن يتعرضوا للعنف الذي له علاقة بأي شكل من الأشكال بوفاتهم رحمه الله هذا موضوع إيه. لا لا، لم نقل أن العنف أدى إلى الوفاة، لا لا، نحن اليوم ربما عند الإيقاف قد يكون هناك ممارسة العنف، قد يكون الأشياء اللي قد تكون موجودة. لا لا، الثابت أنهم توفوا نتيجة إضراب الجوع يعني هذا، لكن لماذا أضربوا عن الطعام؟ لا حتى يحدد سؤال لأنه يعني ربما المجتمع غير محيط بالموضوع. تفضل، استضفناك أستاذ فوزي لتوضح الصورة وتعطينا وجهة نظركم في المسألة. تفضل. المسألة الأولية وهو أن الوفاة قد نتجت عن إضراب الجوع. واضح، هذا واضح. هو السبب الوحيد. لماذا وقع هناك؟ لماذا هناك إضراب جوع؟ ما هي مسؤولية الوزارة؟ ما هي مسؤولية الإدارة السجنية؟ ما هي مسؤولية القضاء؟ ما هي مسؤولية الأطباء؟ ما هي مسؤولية لسان الدفاع؟ ما هي مسؤولية المجتمع المدني؟ ما هي مسؤولية الإعلام؟ ما هي مسؤولية الجميع؟ لأنه هذه تهمنا جميعا، هذا سؤال يطرح على الجميع. إذا مسؤولية جماعية بدون شك أن هناك مسؤولية لنا جميعا. اليوم نحن نتحدث على ثقافة، اليوم إنسان عرض على القضاء، كلنا نطالب باستقلال القضاء في حدود ما أعلى، كلنا نطالب، والقضاء عنده اختصاص وعنده ملفات وينظر في الملفات انطلاقا من الأوراق الموجودة أمامه، وله سلطة تقديرية في إثارة التتبع الجزائي، وله سلطة تقديرية في اتخاذ القرارات من قبيل الإيقاف أو عدم الإيقاف، وله سلطة تقديرية في اتخاذ قرارات تحجير السفر وعدم هذا معلوم من جميع القانون ومفروض أن يكون معلوم من الكافة أيضا. هذا إطار، فما إنسان هو يحس بنائي بأنه مظلوم هذا حقه. طبعا النظام القضائي ما دامش نظام قضائي في العالم طرفين، قول واحنا مثال اكيد كل نظام قضائي ممكن، ووجود الطعن في حد ذاته هو دليل على احتمال الخطا، هذا
ووجود قوانين، انت تعرف اللي فيها قانون في اجراءات جزائيه من قديم وموجود في العالم الكل يقر بالتعويض لمن ثبتت براءته لاحقا. يعني القانون والمشرع يفترض لانه قد يحدث اخطاء، يعني البشر والبشر خطاؤون بالضبط، لكن نحن نتحدث هنا في اطار القانون، ما نجوش نتحدث خارج اطار القانون. في اطار القانون هناك افعال مجرمه بدون شك، ولم اسمع احدا يدافع عنها ما تم ارتكابه يوم 4/9. وقع تتبع مجموعه من الاشخاص موضوع الثوره الامريكيه والمدرسه الامريكيه وغيره، وقع تتبع مجموعه من الاشخاص، وقع ايقاف البعض منهم وبقي البعض الاخر في حال السرى. في الاطار هذا سمع المرحومين بشير القلي ومحمد البختي هما كان من وقع تدفعهم، واتخذ في حقهم قرار بالايقاف من طرف القضاء. كان الطلب الاضراب الجوع، كان الطلب هو لن نوقف الاضراب وقابل الافراج. هل حاولتم اقناعهم بالاقلاع عن اضراب الجوع؟ احنا سعينا بكل ما امكن. طبعا اولا ثم مساله اولى وهي العنايه والفحص الطبي والمتابعه تقريبا اليوميه، خاصه في الايام التي اصبحت فيها الصحه نوعا ما متقلقه، هذه متابعه يوميه، وصدرنا بيان فيه تقريبا تفصيل للحالات هذه كل قداش مره تم نقله الى المستشفى، ومستعدين لتفصيل هذا اكثر ما يمكن. لكن خلاف ايضا اضافه الى المتابعه الصحيه من طرف الاطباء والاطار السجني وغيره، الوزاره سعت بكل الوسائل الى الحوار مع الموقوفين واقناعهم بانه لا فائده ولا مبرر فعلي للاضراب، وانه في النهايه من كان مقتنعا ببراءته انه لابد ان القضاء سيتعامل معه على ذلك الاساس. ومثلا انا اعطيك بعض امثله ربما سريعه، مثلا نقول انه الوزاره سعت زارهم قاضي تنفيذ العقوبات، زارتهم عائلاتهم ومنحت عائلاتهم امكانيه الزياره المباشره اكثر من مره وحتى خارج الاوقات الرسميه. زارهم اول تقريبا موقوفين، وهذا ما وقتها ما تحدثناش عليه في الاعلام راهو. اول تقريبا الحاله من الحالات النادره وربما الحالات الوحيده اللي الوكيل العام لدى محكمه الاستئناف يقابلهم مخصوصا مرتين لمحاوله اقناعهم ويفهمهم كيفاش الاجراءات القضائيه تتمه، لانه راهو كل انسان عنده اختصاص. لكن سامحني استاذ فوزي، وزاره العدل تفضل العدل قابلهم مرتين. قاضي تنفيذ العقوبات يقابلهم. احنا ايضا كاعضاء ديوان اتصلنا بعائلات، اتصلنا بمحاميهم، كل وسيله ممكنه لاقناعهم بانه لا فائده في الاضراب وانه الاضراب لا يمكن راه قانونا ليس بامكان اي حد استجابه ليه، اعطيني مطلب ممكن الاستجابه ليه. طيب انتم في اتصالاتكم اول شيء فما ملاحظه بخصوص هذه التحركات، لا ينكر احد انه في المده الاخيره بالفعل وزاره العدل مختلف يعني اجهزتها تحركت، لكن فما يقول انكم جئتوا في اللحظات الاخيره، انه هؤلاء في اضراب جوع منذ اكثر من 50 يوم تقريبا، وفي المده الاولى الشهر الاول تقريبا ما فماش تحريك ساكن، وقتاش تحركت السواكن؟ وقت اللي الحاله الصحيه تدهورت لبشير ثم تدهورت محمد بختي، وقتها ربما اضطررتم للتحرك السريع وتكثير التحركات، علاش ما كانش فما تحرك مبكر؟ هو التحركات نفسها مرتبطه بالدرجه، يعني كان فما تحركات لكن تسارعت فقط في المده الاخيره، لكن في النهايه التحرك راهو في اطار معين، التحرك هو اطار الاقناع، ما ليس اكثر من ذلك، ليس لوزاره العدل سلطه ستسحبها من غيرها. يعني اطار معين هو اطار الحوار والاقناع، وحتى ثم مثلا ما كلمنا وزاره الدينيه على اساس ان تستخدم احد الائمه الخطباء لاقناعهم، لكنه رفض محمد البختي، رفض في اكثر من حاله، رفض حتى العلاج، حتى تلقي العلاج من الاطباء كان في اكثر من حاله مرفوض، في اكثر من صوره مرفوض، الله يرحمه. طيب بالنسبه لي قلت انه ما عندهمش وقت اللي تتحاوروا معاهم، شنو كانت طلباتهم بالضبط؟ شنو كان جوابهم؟ شنو يقولوا؟ الطلب الوحيد هو الافراج. يعني اعتبروها ورقه ضغط عليكم للافراج؟ عفوا، يعني كانوا يستعملوا الاضراب الجوع كورقه ضغط لدفع القضاء للافراج عنهم؟ خلينا نقول بأن المطلب هما في دار الحق واحنا في دار الباطل، وخلينا نقول بأن المطلب كان الافراج، هذا هو المطلب، يعني من الناحيه الموضوعيه التقنيه كان مطلبهم هو الافراج، واللي لم يكن من صلاحيه وزاره العدل الاستجابه لهذا الامر، واللي راهو زاد ايضا لازم نفهمه لانه قدمت مطالب افراج ونظرت رفضت قضائيا، لا ثم مره رفضت ثم قبلت لاحقا ثم تم استئناف قرار الافراج. وهذه صلاحيات قضائيه، انت تعرف اللي مجلس الاجراءات الجزائيه هذه ما تتوقعش اليوم، هذه وهذا نظام موجود في العالم، مش اختصاص دائره الاتهام ولا طبعا هذه اختصاصات قضائيه،
عرض الملف على دائرة الاتهام في أسرع الأجل، ونظرت دائرة الاتهام في مطالب إيقاف تخصهم وتخص غيره، وقررت دائرة الاتهام الإفراج على البعض على حسب ما توفر لديها من أوراق وهم أوراق ملف، لأنه احنا رانا نتحدث على ملف الأوراق لا لم يتم الحديث فيها ولا يمكن لنا الحديث فيها احتراما لسرية التحقيق. عرض الملف على السلطة المختصة، لكن بخصوص وقررت الإفراج على البعض وقررت الإفراج على محمد بخشي، ما هو محمد بخشي قررت الإفراج عليه منذ أيام وقت الإساءة حالته الصحية بشكل يعني كبير. حتى أنا أعتقد أن القضاء ما يربطش العلاقة المباشرة بين لكن مثلا تتحدث أنت عن أوراق القضية، ونعلم نحن قانونيا لحق لنا نتدخل، لكن فهم بعض المعطيات مسربة، مثلا حتى المحامي يقول على مسؤوليتي أنا أقول هذا، يقول أنه مثلا إيقاف أحد الشابين تم فقط يعني لا مؤيدات ولا شيء، فقط استنادا على تقرير إرشادي يقول أن فلان شوهد في مظاهرة ضد السفارة الأمريكية. على كل حال أنا أيضا لا أستطيع أن أتحدث في دواخل الملف وليس لي حق، نحترم ذلك طبعا، ولكن الملف هو فيه عشرات الموقوفين وفيه ربما أكثر من ذلك في حالة تتبع، وهو اليوم أمام ثور التحقيق وسيعرض لاحقا أمام القضاء الجالس. وانت تعرف أن القضاء عندما ينتقل من القضاء التحقيقي إلى القضاء الجالس ينتقل الملف من ثور السرية إلى ثور العلنية، ومن أراد التثبت له ذلك. طيب هذه الحالة الأولى والحالة الثانية، هل أول شيء أنه حسب معطياتنا وزارة العدل صرحت أنها ستقوم بفتح ملف تحقيق في ملابسات وفاة البشير الجلي، هل أيضا سيفتح تحقيق في ملابسات وفاة محمد البختي بالتوازي؟ يعني بدون شك قد فتح أصلا تحقيق قضائي، والوزارة مستعدة لفتح أي شكل من أشكال التثبت، أيضا مستعدة للتعاون مع المجتمع المدني وإشراك المجتمع المدني في كل المسائل هذه ولتحمل الجميع مسؤوليات. ربما أعتقد أيضا أنه النظر للموضوع في هذا الحجم أرواح بشرية رحمها الله زكية وطاهرة أكبر قليلا من القانون، هذا هو المسألة عندها بعد من القانون، المسألة عندها بعد، عندها بعد ثقافي، والمسألة عندها بعد إنساني، والبعض مسألة عندها بعد إنساني، والمسألة عندها بعد متاع مجتمع ربما لم يتعود على التحاور مع نفسه، والمسألة عندها بعد متاع إنسان ربما يطلب طلب غير قابل للتحقيق، لأن ضربات الجوع موجودة كانت في ثقافتنا وموجودة في أكثر من حال، لكن في كثير من الحالات ضربات الجوع كانت تطلب طلب ويمكن الاستجابة له، لكن نادرا ما أدت إلى الوفاة. يعني نادر جدا يطلب إنسان أن تحسن ظروف السجنية مثلا، لا قدر الله إذا تعرض لسوء المعاملة يطلب أن ترفع عنه سوء المعاملة. يعني هذه إضرابات الجوع كانت على أشكال، هل أيضا الطبقة السياسية اليوم اللي السياسيين ورموز يعملوا نفس الشيء اللي عملوا بشير الجلي ومحمد بخت ويطلبوا من القضاء عبر إضرابات والاعتصامات وإضراب الجوع أنه أيضا يفرج عن آخرين. ما نعرفش، زاد سؤال يطرح هذا، هل يتحملون المسؤولية في نشر هذه الثقافة؟ يعني أنت تضعها في سياقها الأوسع الأعمق، لكن خلينا حاليا في المسألة ممكن في إطارها المضيق شوية وبعدها الحقوقي وبعدها القانوني، فهم أيضا انتقادات التي توجه للوزارة وإدارة السجون، يقولون أنه مثلا إدارة السجون وقت اللي تحب تنقل سجين للجلسة للمحكمة أو للقاضي التحقيق فإنه يقع نقله حتى إذا هو امتنع ورفض، فإنه في نهايته فكيف لم تستطع إدارة السجون من وراء وزارة العدل أنها ربما تعتني صحيا بهؤلاء، حتى مثلا أنه الغذاء نعرف أنه طبيا فما وسائل عفوا مثلا السيروم غير ذلك وسائل طبية يصل بها الغذاء لجسم الإنسان من غير الوسائل التقليدية العادية، هل لماذا ما يقاش اللجوء؟ هذا ما يسمى الإطعام الاصطناعي، هذا هو الإطعام الاصطناعي وهو منظم، أولا هذا لا يقوم به لا وزارة العدل ولا القضاء ولا إدارة السجن، إنما هذا يقوم به تخصص الطبيب الأطباء، وطب ماذا قالوا في هذا الشأن؟ والأطباء يرفضون إجبار الناس على أن يتلقوا العلاج،
ويخضعوا فما ديونتولوجي، فما اخلاقيات وفما اتفاقيات. انا قدامي اعلان مالطا ويمكن لمن يريد ان يعود اليه. فما اعلان مالطا، نقرا لك العنوان: مبادئ وتعليمات اعلان مالطا لمنظمه الطب العالميه حول المضربين عن الطعام. تبنتها منظمه الطب العالميه في مالطا 91 ورجعت في الاجتماع العام جنوب افريقيا الاكتوبر 2005. واحدة من عناصر هذا الإعلان المالطا يقول أنه الإطعام الإجباري لا يكون مقبولا أخلاقيا قطعا. أنا أتحدث هنا في اختصاصات أخرى، فقد تعطي في المعلومة اللي ربما تستحق أيضا البحث. مش ممكن أيضا أنك هذا فما أخلاقيات متاع أطبائي يرفضوا أنهم يجبروا الناس على تلقي الطعام الاصطناعي جبرا. طيب بعد هذا كله، هل ننتظر من وزارة العدل ربما، لأنه في نهاية الأمر أنت قلت مسؤولية جماعية، إذن في نهاية الأمر الوزارة، إدارة السجون، وزارة العدل، الحكومة بشكل عام في السلطة، وبالتالي تحمل مسؤولية كل ما يحدث في مؤسسات الدولة بما فيها السجون وغيرها، هل نتوقع يعني محاولة ل يعني نقد ذاتي، دراسة، محاولة للإصلاح أو محاولة تغيير بعض المسائل في السجون، مراقبة مشددة على السجون، مزيد يعني توعية من يعملون في هؤلاء السجون بمسائل حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع المساجين حتى إذا سجنوا عندهم مساجين رأي أو سياسيين؟ يعني هذا الكل نتصورش رؤية استراتيجية جديدة على خلفية هذه الأحداث حتى لا تتكرر يعني بدون شك. لكن هذه حدث فيه تقريبا نقطة النقاط الكل والنقد الذاتي والإصلاح ووضع رؤية استراتيجية لم ينتظر وفاة المرحومين بشير الجولي ومحمد البختي لكي يكون موضوع بحث. يعني إعادة التكوين لإطارات السجون وتكوينهم وإرسالهم إلى بعثات للعلماء النفس ولكيفية التحاور والتواصل والتدرب على حقوق الإنسان، هذه انطلقت تقريبا بشكل دائم. هناك دورات عم بالتعاون مع منظمات دوليه، مع اليونيسيف، مع اكثر من منظمه دوليه. البحث عن اصلاح ايضا للسجون حتى الظروف، لانه الظروف الماديه وطاقه الاستيعاب وغيره، هذه وصلنا في النهايه الى ابرام اتفاقيه مع الاتحاد الاوروبي والبنود وبرشا منظمات دوليه من اجل تمويل اصلاح السجون وتمكين الناس من احترام اكثر لادميتهم ولحقوق الانسان. حتى أوسع من هكا، حتى مسألة القوانين نفسها، هناك قوانين أرسلت إلى المجلس التأسيسي وهي تنتظر النظر أو للحكومة تنتظر المسابقة بخصوص أنه التعذيب يتحول إلى جريمة غير قابلة للسقوط، بخصوص أن يشدد في العقوبة، بخصوص أن يخفض في مدة إيقاف التحفظي، بخصوص أن يحول تعيين القاضي التحقيق إلى رئيس المحكمة بدلا من النيابة العمومية. هناك كثير من المشاريع أرسلت وكثير من المشاريع هي في طور الدراسة، ونحن أمرت هنا على أي دراسة من الممكن أن تصلح سواء القضاء، سواء المهن المساعدة للقضاء كالمحامات والتنفيذ وغيره والأطباء وغيره، سواء السجن، سواء أي مؤسسة، هناك مشاريع، هناك من وصل فيها إلى مرحلة متقدمة، هناك من هو محل دراسة. يعني هذه الرؤية الاستراتيجية هي عمل اليومي للإدارة. إن شاء الله تؤتي أكلها في قادم الأيام ونرى نتائج ملموسة وواضحة على الأرض الواقع. سؤال أخير أستاذ فوزي، هيئة الدفاع عن محمد البختي وبشير الجولي وحتى سلفيين أخرين المسجونين خاصة على خلفية أحداث سفارة، ونعني هنا خاصة الأستاذ المحامي أولاد علي، الحقيقة يقول أنه لم نعد لهم ثقة في القضاء التونسي ويطالبون بلجنة تحقيق مستقلة، وحتى فما كلي شبه تهديد بالاستعانة بالقضاء الدولي. أنتم في صورة حصول أولا ردكم على هذا، وفي صورة ما لجئ إلى كيفاش باش يكون رد فعلكم؟ شوف، هو أحد الإصلاحات الكبرى للثورة التونسية، وأحد الأهداف الكبرى هو إصلاح القضاء بكامل عناصره، لأنه وراءه من الظلم أحيانا أنا أتحدث على منظومة القضاء نقصرها على القضاء فقط. هي أوسع بكثير أيضا، وأنت محامية وفي الأساس أستاذة وأنا محامي، تعرف اللي لسان الدفاع يستحق كثير من الإصلاح. عليه أيضا أن يكون مسؤولا، وعليه ربما أن يبحث عما يتحمله مسؤولية في كثير من الملف. هذه أيضا تستحق مسألة الثقة في القضاء، هي قطب الرحاء في كل إصلاح، لأنه ربما حتى إذا كان يكون القاضي ما عنده حتى غلط، إذا كان المجتمع ما يحملش عناصر الثقة في القضاء، فإنه حتى القضاء
القضائية في هذه البلاد؟ هل بنيت سلطة قضائية فعلية مستقلة؟ هل مكنت من العناصر التي تجعلها فاعلة والتي تجعلها في علاقة جيدة مع الجمهور أم لا؟ يجب أن نطرح اليوم الأسئلة الحقيقية أيضا. كيف نبني سلطة قضائية قوية ولا نقتصر على مجرد رفع عناوين بسيطة لو وضعت في إطار عام تكون صحيحة، لكن الاقتصار عليها من قبيل مجرد تطوير ومس الأشخاص أو من قبيل الحديث على استقلالية بشكل ساذج، أن الاستقلالية هي فقط أن يكون عندنا مجلس أعلى للقضاء منتخب قطاعيا، وهذه مش موجودة في حتى تقريبا مكان من العالم لكي يعين ويوقف ويوصل. هذا ثم نقاط تطرح في المنظومة الخطيرة، في المنظومة اللي هي واحدة من أركان السلطة ثلاثة، لأنه الدولة فيها ثلاثة سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية. في المستوى نقاشنا المجتمعي والسياسي والإعلامي والعام يتحدث كثيرا عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. أنا ما سمعتش كثيرا الأساتذة الجامعيين يتحدثوا على كيف نبني معا بدون أن نحمل طرفا ما ونمسح فيه كل المشاكل التالية. كيف نبني معا بهدوء سلطة قضائية حقيقية تحوز على ثقة الجمهور بدون أن كما قلت مرة أخرى نجيو نتصلوا المسألة كلها أنه عليك أنك تطهر صحيح وكل القطاعات تستحق تطهير مثلا. المحامات ما تستحقش تطهير. أكيد قطاعات الكل مست بشكل أو بآخر أثناء في العهد السابق ومحتاجة ما يسميه البعض إصلاح، ما يسميه البعض تطهير، كل كف حسب رؤيته يعني. على كل إن شاء الله ننتظر أن وزارة العدل تبدأ هذا الحوار العميق والجدي وتفتح ملفات لما لا، ربما في إطار ندوات، ربما في إطار مؤتمرات، ما على الشكل بالضبط، لكن لما لا تكون الانطلاقة من عندكم إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. إذن الأستاذ فوزي جاب الله محامي ومكلف بمهمة لدى وزير العدل، أشكرك جزيل الشكر وإلى اللقاء. شكرا لك. إلى اللقاء. كنت تسمع إذن في تعليقات وجواب وزارة العدل حول أهم ما وجه لها من اتهامات ومن انتقادات، سواء في الإعلام سواء من هيئة الدفاع، على خلفية وفاة الشابين البشير الجلي وأخيرا محمد البختي، اللي كانوا في إضراب المسجونين وكانوا في إضراب جوع طويل، يعني فات تقريبا 50 يوم.